أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم فيما يفعله بعض طلبة العلم من امتحان إخوانهم الذين ظاهرهم الصلاح والسنة في قولهم: ما تقولون في الشيخ الفلاني، وما رأيك في المنهج الفلاني؟ هذه فتنة، هذه فتنة، اتركوا هذه الفتنة واحملوا الناس على الخير، إلا إذا ظهر من أحدهم أو من بعضهم خلاف ذلك فعليك بمناصحته، فإن قبل وإلا فابتعد عنه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.